افتتح معالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الخارجية صباح اليوم مهرجان نحن زهور على صدر الوطن الذي تنظمه جمعية دار الحكمة للمتقاعدين كفعالية اجتماعية تهدف إلى لم الشمل بين جميع أطياف المجتمع البحريني والدمج بين مختلف فئاته، حيث أكد معالي وزير الخارجية أن التاريخ الوطني يسجل لشعب البحرين العديد من الوقفات المشرفة والتفافه حول قادته في أوقات الشدائد والمحنة، وأن الأزمات التي يتعرض لها هذا الشعب لا تثني عزيمته على استكمال مراحل التطور والنماء وتزيد من صلابة البحرينيين وتبقي على وحدة الصف لمواجهة الأخطار المحدقة والمهددات الخارجية التي تريد أن تنال من مكتسبات البحرين الحضارية وسمعتها. وقد اطلع معالي وزير الخارجية بحضور عدد من السفراء المدعوين على الأنشطة التي اشتمل عليها المهرجان، مؤكدا معاليه أن الوطن لا ينسى أبدا من عمل لأجله وأمضى عمره في خدمته، ويكن للمتقاعدين كل الاحترام والتقدير على ما قدموه ولا يزالوا يقدمون للوطن. وأشاد معاليه بفكرة التواصل بين المتقاعدين من خلال جمعية دار الحكمة للمتقاعدين، موجها معاليه الشكر إلى إدارة وأعضاء الجمعية وعلى رأسهم سمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة رئيس مجلس مؤسسي دار الحكمة للمتقاعدين، ومعالي الدكتور الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس مجلس إدارة جمعية الحكمة للمتقاعدين على ما يبذلونه من جهود في خدمة المتقاعدين وتوفير الأجواء التي تحفزهم على المزيد من العطاء. من جانبه أعرب مجلس إدارة جمعية الحكمة للمتقاعدين عن شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ وزير الخارجية على اهتمامه ودعمه اللامحدود للجمعية. شاركت معالي